60 يوما مضت على جرح الساحات، وهم يفترشون الساحة الخارجية لمقر الحكومة في العاصمة صنعاء، ويتجرعون آلام جراحهم ويدفعون ثمن مكوثهم في الساحات بعد أن تجاهلهم من تسلق على أكتافهم للوصول إلى كراسي السلطة. لا زال إيقاع الحكومة في تسفير الجرحى يعني بطيء جدا. لدينا في المحكمة الآن أكثر من 216 جريح، لم يتم تسفير غير من هؤلاء غير عدد محدود، يمكن لا يتجاوز 20 إلى 30 شخص، وهذا معناه أنه سنقضي يعني هنا عام وأكثر إذا كان على هذا الإيقاع. رسالتي للحكومة أن تعالجنا أو تزيح الفاسدين هذم. رسالتي إلى الحكومة أنها تعالجنا وتدي استحقاقنا. خطيب الجمعة أدان بشدة ما قامت به ميليشيات الأحزاب المسلحة في ساحة الجامعة من قتل للحمزي وإصابة عدد آخر وسط تلك الساحة أمام مرأى ومسمع كل الناس. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الجرحى استنكروا ما تقوم به بعض المنظمات المدنية التي تعمل وفق انتماء حزبي معين، متجاهلة عددا كبيرا من الجرحى الذين أصيبوا جراء الأحداث التي شهدها العام 2011. الآن همش الولد وجلس ظل سنتين، ضيع أسره بكاملها. لجيت إلى حقوقي أحمد سيف، سيف الكلمة، فقلت له أنا معاكم، ضيعوا ابني، أسألكم بالله أن لا يضيع ابني حق ابني، فأنت خذ به. أنا هنا حوالي 4 شهور، يعني هذا مكافأتنا هي الآن بالشوارع، لماذا لن تنظر إلينا؟ الآن تركونا في الشوارع وكأن احنا لا يعني سلس المهملات يعني، والآن لم رضوا يعالجونا ولم رضوا يدنا تعويضات ولم رضوا يدنا أي حاجة ولا حتى أي تعبير لنا. ويأمل الجرحى أن تعي الحكومة ما يمرون به من أوضاع سيئة نتيجة إهمالها وصرف مبالغ مالية للمنظمات المدنية باسم الجرحى. مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء.